متطوعين، فعاملين جهد كبير جدا في مساله المتطوعين، بيسهلوا كل الاجراءات للانديه المشاركه وللقائمين على التنظيم والمسؤولين وللاعلام وللجماهير. صحيح، عنصر مهم من عناصر اي نجاح اللي هو برنامج التطوع. احنا شاهدناه في بطوله كاس العالم، وكان عندنا عملنا قاعده بيانات لعدد كبير من المتطوعين اللي تم تدريبهم وتاهيلهم، وصراحه نوجه لهم الشكر، لان كلمه شكر قليله. لا ننسى ان الاخوان والاخوات يعملون بالمجان، قاعدين يتحملون فتره طويله من العمل، التواجد في اماكن يمكن مش مريحه لنا، مريحه ولا مريحه لهم، لكن مع ذلك سواء من منطقه البوابات لمنطقه توصيل الجماهير لموصل لمنطقه الارشاد الاجابه عن المعلومات، حاليا متواجد معنا تقريبا 400 متطوع. نوجه لهم الشكر ايضا من خلال برنامجكم، راح يكون متواجدين معنا ان شاء الله للمشاركه في مختلف عمليات يوم المباراه، من الارشاد للجماهير او من المشاركه في العمليات الثانيه، العمليات الاعلاميه، عمليات كره القدم، عمليات استقبال الضيوف، فلهم دور كبير ونوجه لهم دائما الشكر، وهم عنصر جدا مهم من عناصر اي نجاح في اي بطوله. عندكم كاس عالم للناشئين تحت 17 سنه قريب جدا ان شاء الله بنظام مختلف بقى، 48 منتخب، متى موعد البطولة؟ تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي، إن شاء الله راح يكون متواجد معنا من 5 نوفمبر إلى 27 بمشاركة ولمدة خمس نسخ، راح يكون استضافتها في دولة قطر، فئة مهمة، واعتقد إن شاء الله راح يكون الاهتمام فيها بشكل خاص سواء من الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة، راح يتم إن شاء الله عمل برنامج خاص طبعا من الجهة المسؤولة عنها بإذن الله، يتم الإعلان عن الاستعدادات في الوقت المناسب والخطط الخاصة فيهم، خاصة أننا نتعامل مع فئة صغيرة في السن. فالفكرة الأساسية لهم أن نعطيهم نوع من الشعور بالإحساس بالمستوى الاحترافي، أنت لاعب منتخب شارك في بطولة كأس عالم، شوف الاستعدادات، مواعيد التدريب، الملاعب المشارك فيها، الالتزام بالمواعيد اذا كان في مؤتمرات صحفيه، فراح تكون ان شاء الله شويه تجربه احترافيه لهم، الهدف يكون تعليمي وان نجهز هذا النشء ان شاء الله لما يوصل للمراحل العليا يكون مستعد. ابرز الحضور بكره في مباراه الاهلي وباتشوكا. الحضور والله كله مميز بوجود الاهلي. الله يخليك. فيعني جمهوره، وطبعا ما ننسى انا دائما اقول للاخوان معنا الثلاثه شمال ان شاء الله. راح تكون متواجده معنا، فاكيد في حضور على مستوى عالي. سواء من الشخصيات العامة والشخصيات المسؤولة، محبين النادي الأهلي ومحبين كرة القدم، الدعوة موجهة للجميع. مثل ما أكرر أنا، التذاكر متوفرة لين موعد المباراة، لحد موعد انطلاق المباراة، ادخل على الموقع، احصل على تذكرتك وتوجه للملعب. أكيد. ويعيش إن شاء الله تجربة مميزة معنا. الإخوان الإعلاميين كذلك متواجدين إن شاء الله معنا، تم تجهيز كافة الاحتياجات الخاصة فيهم سواء من الفنادق إلى النقل إلى وصولهم لأرضية لأماكنهم المخصصة في الملعب، والتواجد كذلك في المؤتمرات الصحفية. آخر سؤال وأنا أثقلت عليك، أنا عارف، بس بشكرك جدا على الدعوة الكريمة أنك موجود معنا النهاردة. متى موعد وصول ريال مدريد؟ إن شاء الله راح يوصل بتاريخ 17 إذا ما كان ليلة المباراة أو بالتأكيد 17 بإذن الله، أنا ما يحضرني الموعد بالضبط، لكن راح يكون متواجد، راح يعمل تمرين الرئيسي في الملعب وبإذن الله يلعب معنا المباراة إن شاء الله، واللي إحنا شفناه اليوم إنه في إعلان بحضوره بكامل نجومه. في ربط للريال هنا اعتقد في الدوحه. في شوف اغلب الانديه انا اللي اكتشفته صراحه حاليا من خلال عملي في البطوله، النادي الاهلي عنده اكثر من رابطه سواء في قطر في دول الخليج، نادي ريال مدريد ايضا عنده رابطه في قطر وفي اكثر من دوله من دول الخليج، فيعني انا اتوقع فرصه ما تحصل كثير، تشوف فريق مثل ريال مدريد بطل دوري الابطال، وجود الاهلي كذلك باسمه وتاريخه اذا كان ان شاء الله متواجد معنا في المباراه النهائيه، او انك تعيش تجربه مميزه لفريق بطل تكون متواجد معاك. نعيد ذكريات مثل ما قلت لك كاس العالم، صعب انك صراحه تحصل مثل هذه الفرص او هذه البطوله انك توجد معاه، فباذن الله يكون التواجد ان شاء الله بكره بوقت معين، البوابات تفتح قبل 3 ساعات، نوجه الجميع لاستخدام المترو اسهل طريقه للوصول للملعب المترو. اكيد، فبالعكس يعني جهز تذاكرك معاك، التوصيات العامه لا تاخذ الاشياء الممنوعه اللي ممكن تتعرف عليها من خلال الموقع الرسمي، ونشوف الاهلي ان شاء الله بكره في 974، وباذن الله نشوفه في 18 في ملعب لوسيل يا رب ان شاء الله. كلمه اخيره.